من الدخل الأطلسي في المياه العميقة الذي بناه طاقم مغربي 100%، سيشتمل على مرفأ تجاري وميناء للصيد ووحدة لصناعة السفن، كلهم مرتبطون بالساحل عبر قنطرة طولها 1300 متر. أضف إلى هذا منطقة صناعية ومنطقة حرة على أزيد من 3500 هكتار، مركب ضخم. من المرتقب أن يدخل الخدمة سنة 2029، سيكون أحد العناصر الأساسية لمشروع بوابة المغرب إلى إفريقيا. هذه الأنشطة البحرية تبين أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهو مجال بحري يمتد إلى 200 ميل بحري، أي ما يعادل 370 كيلومترا في عرض الساحل. وبإمكان كل دولة استغلال الثروات الطبيعية التي يحتوي عليها، وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب على أزيد من 1,000,000 كيلومتر مربع. السؤال المطروح هو: هل بالإمكان تطوير هذا الاقتصاد الأزرق المرتبط بالمحيط بالموازاة مع الحفاظ على المجالات الطبيعية؟ بمعنى آخر، هل بإمكان الاقتصاد الأزرق أن يكون أخضر؟ لأن أنبوب الغاز نيجيريا اللي شفتوها هي من فيلم وثائقي مغربي أنتجته قناة دوزاين بعنوان المحيط الأطلسي بحر الأنوار. وصراحة لكي أحق القول متابعينا الكرام، هذا أفضل فيلم وثائقي مغربي شفته في حياتي. فيلم وثائقي رائع جدا، أنصحكم أنكم تتابعوه. يمكن لكم تدخلوا للقناة ديال دوزايم في اليوتيوب وتلقوا هذا البرنامج ولا هذا الوثائقي المحيط الأطلسي بحر الأنوار. وكيف ما شفنا متابعينا الكرام، تم الحديث على العديد من المواضيع، بداية بميناء الداخلة الأطلسي، هذا الميناء الأسطوري الرائع الكبير الضخم الذي سوف يغير من معالم المنطقة، والذي سوف يصبح ميناء عنده تأثير كبير جدا على المنطقة وعلى الاقتصاد المغربي بطبيعة الحال، أولا وقبل كل شيء. ثم تحدثوا على مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ثم كذلك المنطقة الاقتصادية المغربية البحرية الخالصة والتي تم تجديدها وتم توسيعها حسب القوانين الدولية بطبيعة الحال، والذي يضمن للمغرب الاستفادة من الثروات الباطنية البحرية ضمن المنطقة الاقتصادية المغربية، واللي شفنا الخريطة ديالها والتوسعة ديال الحدود البحرية المغربية، من ضمنه جبل تروبيك اللي غني بالموارد المهمة خصوصا فيما يستخدم في صناعة السيارات الكهربائية. وأنتم تعلمون المتابعين الكرام أن المغرب قطع أشواط كبيرة جدا وحقق استثمارات ضخمة جدا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، خصوصا الاستثمارات الصينية التي بلغت ما يقارب 6 أو 7 ملايير دولار من الاستثمارات، من بينه استثمار الجيجا فاكتوري أو مصنع يسمى بالجيجا فاكتوري، مصنع ضخم جدا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وهذا الوثائق متابعينا الكرام عكس من يتخيل وعكس من يتوهم وعكس من يعيش في الأوهام والأحلام والمتمنيات والبروباغاندا، فإن هذا الوثائق متابعينا الكرام يصور لنا الواقع، يصور لنا الواقع ديال المغرب، ويصور لنا الواقع ديال المشاريع المغربية، بداية بميناء الداخل الأطلسي الذي الأشغال فيه تسير على وتيرة كبيرة جدا ومتسارعة، وغادي يكون إن شاء الله جاهز من هنا 1-4 سنين ولا 5 سنين غادي نشوفوا وحش
مينائي كبير جدا ينهض من الصحراء المغربية من مدينة الداخلة وتحديدا ميناء الداخلة الأطلسي اللي غادي يكون التأثير ذاته ديال ميناء طنجة المتوسط. ونحن كذلك على مقربة من الانتهاء من أشغال بناء ميناء الناظور غرب المتوسط اللي هو الآخر ميناء غادي يكون عنده دور كبير جدا في الاقتصاد المغربي. فهذا هو الواقع متابعينا الكرام اللي شي وحده ما كيبغيش يتقبلوه، الواقع ديال ان المغرب يشتغل على الارض، ينفذ المشاريع، ينفذ الاستثمارات، يعمل على تغيير الواجهه ديال المنطقه عن طريق الاقتصاد والمشاريع المشتركه سواء مع دول الساحل، سواء مع دول غرب افريقيا، سواء بمشروع انبوب الغاز، سواء بمشروع منفذ الاطلسي. كل هذه الامور اللي استثمر فيها المغرب واللي خدام عليها المغرب تثير السعار ديال نظام حضاره الجزائر، ومن أجل ذلك هو يحاول عرقلة كل هذه المشاريع لكن لم يستطع. نظام حضارة الجزائر لم يستطع أن يعرقل هذه التحركات ديال المغرب. في نهاية المطاف نظام حضارة الجزائر وجد نفسه معزولا على مستوى المنطقة، وجد نفسه وحيدا على مستوى المنطقة، وجد نفسه بعيدا عن كل دول المنطقة، وعنده أزمات مع كل دول المنطقة خصوصا الدول الحدودية معه. وأذكر على سبيل المثال الدول الأخيرة اللي دخل معهم في أزمة مثل مالي والنيجر، وخصوصا مالي لأن مالي الآن وكما ذكرنا يوم أمس عندهم الشبكات المسلحة مع الأزواديين في الحدود مع الجزائر، ونظام حضارة الجزائر ما قادرش على أنه ينوض يدير شي حاجة من تلك الخزعبلات والبروباغاندا والنفل المخنن ومن يعتدي على السيادة والهضرة الخاوية، لأنهم بكل بساطة خايفين من الماليين وردة الفعل ديالهم وأنهم يصدموهم في شيء قرار جديد خصوصا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فهذه القضية هي الأخرى متابعينا الكرام، قضية في حكم المنتهى، إلا اللي ما بغاش يتقبل الواقع، إلا اللي باغي يعيش في الوهم ويعيش في المتمنيات ويعيش في البروباغاندا. والمشكل أنهم كيكتبوا أكاذيب وكيصدقوها، كيكتبوا بروباغاندا وكيصدقوا تلك البروباغاندا وكيتعايشوا معها وكيصحاب لهم هذيك هي الواقع، بينما الواقع بطبيعة الحال بعيدا كليا عن تلك الأحلام ديالهم. وفي الحقيقة من عاش الواقع وشاهده بأم عينه سواء في العيون سواء في الداخل سواء في وجدور سواء في كل مناطق من المناطق الأقاليم الجنوبية هو يدرك جيدا أو يقتنع آنذاك بأن الحديث مع هؤلاء الجهلة من حضيرة الجزائر ومن يدعمهم هو مضيعة للوقت فقط. والمغرب أدرك ذلك جيدا متابعينا الكرام، خصوصا الدبلوماسية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، إذ قام بتجاهل نظام حضارة الجزائر كليا وركز على الواقع وعلى الاستثمار وعلى المشاريع وعلى البناء وعلى التطوير وعلى المستقبل، وبينما نترك النباح والعويل والصراخ لنظام حضارة الجزائر. متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم ترجعوا تشاهدوا هذا الوثائق لأنه فعلا وثائقي رائع جدا، وكما قلت لكم أعتبره أفضل وثائقي في المغرب، وأراكم في فيديو قادم.